رحلة حج تمتع، وللحج أيضا نوعان آخران هما القران والإفراد. في أثناء الرحلة نادى قائد الطائرة بأن الرحلة قد دخلت ميقات الإحرام. هم عبد الله بعد النداء بالاستعداد للإحرام. فللحج والعمرة 5 مواقيت مكانية لا يجوز تجاوزها إلا بإحرام، والمواقيت هي أبيار علي، رابغ، السيل الكبير، السعدية، ذات عرق. أما من كان مكانه أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فميقاته هو مكانه. وعند الوصول للميقات يسن للحاج إزالة شعر الإبط والعانة وتقليم الأظافر والاغتسال وتطيب البدن دون ملابس الإحرام. ثم يقوم الحاج بلبس ثياب الإحرام، وهي الرداء والإزار والنعل للرجال. أما المرأة فترتدي ملابسها العادية عدا النقاب للوجه والقفازين لليد. بعد أن هيأ عبد الله نفسه للإحرام بدأ يتلو وزوجه النية قائلين: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. أما الحاج المفرد فيقول: لبيك حجا. أما القارن فيقول: لبيك عمرة وحجا. ثم شرعا في التلبية مع باقي الحج.